نظام المنافسة كفل الأدوات الإشرافية والرقابية للهيئة العامة للمنافسة لمتابعة الأسواق بمختلف الأنشطة والقطاعات التجارية. نظام المنافسة يكفل ابتداء تلقي الهيئة العامة للمنافسة للشكاوى والبلاغات عن احتمالية وجود ممارسات مناهضة للمنافسة. تقوم الهيئة العامة للمنافسة بعد ذلك بتلقي الشكوى ودراسة ما إذا كانت منطوية على حالة من حالات الممارسات الاحتكارية المحظورة بموجب نظام المنافسة، ثم تقوم بعمل التحقيقات اللازمة للتأكد من مدى وجود المخالفة من عدمها ودراسة المؤشرات العامة والخاصة للأسواق، ثم إذا نتج عن ذلك وجود حالة مناهضة للمنافسة أدت إلى تضرر الأطراف العاملة في السوق، يقوم مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة باتخاذ التدابير الاحترازية الفورية لإيقاف الممارسة المناهضة للمنافسة، وبالتالي إيقاع العقوبة اللازمة إذا ما تأكدت اللجنة المختصة من وجود ممارسة احتكارية مناهضة للمنافسة. تتنوع العقوبات الواردة في نظام المنافسة إلى عدة أنواع رئيسية، تشمل إمكانية إيقاع الغرامة المالية بما لا يتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية من المنشأة محل المخالفة. كذلك أيضا يمكن للجنة الاستعاضة عن الغرامة المالية باسترداد ما لا يزيد عن 3 أضعاف المكاسب المحققة نتيجة للمخالفة. الجزء الأول من الممارسات المناهضة المنافسة يتعلق بحظر التنسيقات والاتفاقات الاحتكارية التي تؤدي إلى تقييد التجارة أو عرقلة دخول منافسين محتملين إلى السوق أو إخراج منافسين قائمين من السوق. لذلك نجد أن نظام المنافسة ولائحة التنفيذية منع جميع الممارسات الاحتكارية التي تتم بين منشأتين فأكثر، سواء بالاتفاق على تثبيت الأسعار عند مستوى معين أو رفع مستوى الأسعار أو تقييد عمليات الإنتاج والتطوير والتصنيع أو عرقلة دخول منافسين جدد إلى السوق أو الاتفاق على تقسيم الأسواق، سواء كان هذا التقسيم بناء على المناطق الجغرافية أو بناء على نوعية العملاء أو المدد الزمنية أو المواسم. دعم جميع المنشآت في النمو الاقتصادي من خلال تحقيق العدالة للمستثمر المحلي وفي الآن ذاته للمستثمر الأجنبي، تحقيق العدالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي الآن ذاته دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية. وبالمجمل العام تؤدي قوانين المنافسة إلى حالة نموذجية في الأسواق يمكن من خلالها أن تدعم كفاءة الأسواق وتحسن إنتاجها بما يخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية. عندما ترغب أي من المنشآت في الدخول إلى الأسواق، سواء كانت منشآت صغيرة أو متوسطة أو حتى منشآت كبيرة، لأن نظام المنافسة يكفل ابتداء إتاحة هذه الأسواق لدخول المنشآت والتنافس بينها بحرية تامة، وأن تستقل كل منشأة عن الأخرى بتكاليف إنتاجها وخدماتها وكذلك أيضا بوضع الأسعار، وبالتالي التنافس للوصول إلى توفير الخيارات السعرية والسلعية للمستهلك. عندما تتنافس المنشآت بحرية تامة تحت مظلة قوانين المنافسة، نجد أن المستهلك هو المستفيد النهائي من حالة التنافس المشروع من خلال دعم انخفاض المستوى العام للأسعار وتنويع الخيارات السعرية والسلعية. نظام المنافسة حقيقة وضع العديد من التنظيمات الإجرائية التي تمكن الهيئة العامة للمنافسة من التأكد من مواءمة صفقات الاندماج والاستحواذ
لمستوى المنافسة في القطاع الذي تمت فيه صفقة الاندماج والاستحواذ، وبالتالي يتعين على أطراف العملية الاندماجية أو الاستحواذية إذا كانت مبيعات مجمل مبيعات الأطراف أكثر من 100 مليون ريال سعودي، يتعين على هذه الأطراف التقدم بالإبلاغ إلى الهيئة العامة للمنافسة، ومن ثم تقوم الهيئة العامة للمنافسة بفحص هذه الصفقات للتحقق من أنها لا تضر بواقع المنافسة في ذلك القطاع. تقوم الهيئة بعد ذلك بإصدار القرار اللازم، إما بعدم الممانعة وهو الموافقة، أو الموافقة المشروطة، يعني موافقة الهيئة العامة للمنافسة مع التحفظ على بعض أجزاء الصفقة، وبالتالي يحق للهيئة في هذه الحالة أن توافق مع فرض بعض الاشتراطات، أو الرفض الكامل للصفقة إذا ما تأكدت الهيئة العامة للمنافسة من أن الصفقة قد تؤدي إلى واقع احتكاري أو قد تخلق كيان احتكاري مضر بالسوق الذي حدثت فيه الصفقة، أو بأسواق أخرى، وتعلن الهيئة العامة للمنافسة تباعا مستجدات عمليات أو صفقات الاندماج والاستحواذ أو ما نسميه بالتركز الاقتصادي التي ترد إلى الهيئة العامة للمنافسة. بطبيعة الحال أنه نظام المنافسة ولائحة التنفيذية وضعوا الحدود والقيود التنظيمية التي توضح معايير التركز الاقتصادي أو ما يسمى بصفقات الاندماج والاستحواذ. عرفت اللائحة التنفيذية صفقات الاندماج والاستحواذ بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لحقوق أو التزامات أو أسهم أو ملكية منشأة إلى منشأة أخرى، فحيثما تم النقل أو البيع والشراء لأصول أو أسهم أو ملكية أو التزامات، فهنا يتعين النظر في معيار المبيعات. إذا كانت مبيعات أطراف هذه الصفقة أكثر من 100 مليون ريال سعودي، يتعين بالتالي التقدم إلى الهيئة العامة للمنافسة بالإبلاغ عن هذه الحالة قبل إتمامها ب90 يوماً على الأقل. في هذه الحالة تقوم الهيئة العامة للمنافسة بدراسة الصفقة للتحقق من بقية المعايير التي تضمنها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. في جائحة كورونا على سبيل المثال، قامت الهيئة العامة للمنافسة بعمل جولات ميدانية رقابية للتأكد من وفرة السلع والخدمات، وللتحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية لتجفيف منابع أو مصادر الخدمات الأساسية أو السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلكون. ولذلك اشتركت الهيئة العامة للمنافسة مع وزارة التجارة ومع العديد من الجهات المعنية بحماية مصالح المستهلكين، وقامت باستقبال العديد من الحالات التي يحتمل اشتمالها على ممارسات مناهضة المنافسة. وطبقا للإجراءات القضائية تقوم الهيئة حاليا باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة والإعلان عنها تباعا بعد صدور الأحكام القضائية النهائية بشأنها.